لماذا نقرأ؟ أقرأ لأعيش، أقرأ لأبني المستقبل، أقرأ لأبقى، أقرأ لأرتقي، أقرأ لأمحي الجهل. نقرأ لنعالج جروح أنفسنا. في كل إنسان قمة عليه أن يصعدها، وإلا بقي في القاع مهما صعد من القمم. القراءة قمتنا، القراءة هي الطريق الذي نجد ذاتنا عبره. نحن الشباب العربي رواد القراءة. عندما أقرأ أشعر كأن فمي لديه عقل. القراءة قمتنا، قوتنا. لكم مشاهدينا يلي عم بتابعونا بمشوار تحدي القراءة العربي بأسبوعه السابع والحلقة الأخيرة ما قبل الحفل الختامي المباشر يلي رح يتم في الإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي بدورته الرابعة. الأسبوع الماضي غادرونا سمية وعمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً أنا عارفة كل التحديات اللي مرينا فيها، تحديات كانت قوية، تحديات كانت جميلة وصعبة. فالقراءة حياة واحتواء، ومن لا يقرأ فهو بيننا خواء. أتعلمي من الذي سيحدث إذا لم يقرأ الشباب والفتيات؟ فستضعف الطاقات والقدرات، وها نحن لن نتمكن من تحقيق الأهداف والغايات. كم هي القراءة رائعة حين غردتي بها آلاف المرات. عمر، كلمات لا تستطيع وصف ما أشعر به الآن، فلقد كوننا عائلة هنا في دبي. إذن هي رحلة جميلة. صحيح. قضيناها معا، قضيناها سويا. صحيح. إن شاء الله نراكم قريبا إن شاء الله في الحفل الختامي. بالتوفيق. شكرا جزيلا. هذا الأسبوع أبطالنا السبعة رح يصيروا خمسة، ورح يغادرنا بطلين بالنهاية. حلقة حماسية بالنسبة لكم وحاسمة بالنسبة لأبطالنا، خلونا نبتديها سوا. سبعة أبطال يصلون إلى التحدي الأخير ما قبل الحفل النهائي. ماذا ستكون طبيعة هذا التحدي؟ وايد متحمسة. لا تتمثلين الروح الخطابية المنبرية المباشرة. أنا لم أرى فيك هذا الجانب، أنا رأيت امرأة ثائرة. إحنا احترنا اليوم كثير، موضوع جدا صعب. بعد لحظات رح تصيروا خمسة. جمانة، عبد العزيز، مزنة، آية، هديل، نعيمة، فاطمة، من من هؤلاء الأبطال سيصل إلى النهائيات؟ من أحد أهم شروط النجاح الإصرار. عائد الجندي الطفل الأمثولة يلي كان مصر على حضور الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي السنة الماضية بالرغم من وضعه الصحي. طبعاً قصته كانت محور حديث المدربة وخبيرة التنمية الذاتية ليلى طارق المعينة مع الأبطال. اليوم حنتفرج فيديو لأحد المتسابقين لسه جاري وراء أحلامه. خلينا نتفرج. عائد الجندي، عائد، عائد. السلام عليكم، أنا اسمي عائد،
من مدينة يطا، عمري 9 سنوات. أنا بعتذر منكم لأني ما تقدمتش في النصف النهائي في تحدي القراءة، لأنه كان عندي جلسة غسيل في المطلع، بس إن شاء الله أنا بوعدكم بكرة جاي عليكم في رام الله في النهائي. بيجي على المطلع 3 أيام في الأسبوع لغسيل الكلى. بحب أشارك في التحديات، جايبالي إني أتقدم إلى تحدي القراءة وإن شاء الله منسخ على دبي. وفي قصة استثنائية، أحد طلبة يبطى الذي يدرس في أحد مستشفيات القدس حضر من المشفى. كل التقدير والتحية لهذا الطفل، لهذا النموذج. شو سوى عايد على أساس يفضل على طريقه للنجاح ولأحلامه؟ ظل قاتل وما استسلم أبداً، صبر وزال يتحدى الحياة بمرضه ويتحدى في تحدى القراءة العربي. أنتوا وصلتوا آخر مرحلة، فيمكن التحديات اللي بتواجهوها تحديات طبيعية، لكن هذولا عندهم صعوبات جداً شديدة، حاجات مرة مقارنة صعبة مقارنة بسنهم كمان. فأنا عشان كده اليوم أنا ببين لكم حاجة، مهما كانت النتيجة إحنا كلنا فايزين. ليش كلنا فايزين؟ فزنا بمخزون علمي وفكري قيم وغير ذلك أصدقاء وخير إخوة، سيظل حبهم محفور في قلوبنا. صح، تعرفت على إخوان من بلدان شتى، تعرفت على العادات التقاليد، كان كل بطل من كل دولة مصدر إلهام بالنسبة إلي. تجربتكم ما شاء الله شيء جميل هائل، فحاولوا أنتوا كمان تكونوا قدوة للآخرين. شكراً لكم جميعاً، وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله قريب. شكراً. أجمل شيء أنه لما نمرق بموقف صعب أو نواجه تحدي معين نلاقي أشخاص من حولنا داعميننا واثقين بخطواتنا وعم بيجاوبوا على كل تساؤلاتنا. وهذا كان دور صفية وهنادة يلي التقوا بأبطالنا لآخر مرة هذا الأسبوع لحتى يقووهن ويزيدوا من معنوياتهم. نتحدث اليوم عموماً عن نقطتين أساسيتين ستحتاجونهما في أي شيء تفعلونه. النقطة الأولى، لو أردنا أن نقف ونتحدث عن شيء ما، نحتاج أن نعطي الجمهور ما يستحقه، هو يعطينا من وقته، فعلى الأقل نحن نحتاج أن نريه شغفاً، نشاطاً، والطريقة التي نتحدث بها ونتحرك بها تؤثر. الأمر الآخر الذي يهمني كأستاذة يتعلق بالكلام الذي سنستخدمه. لا تستخدموا كليشيهات، فكروا ببدايات مختلفة ونهاية مختلفة. اسألوا نفسكم، ما هي أدوات نقل المعرفة؟ ثقافة جيدة وراقية وصحيحة، ولغة سليمة وجميلة وأنيقة، ولغة جسد معبرة ومتزنة، وصوت قادر إنه يلعب بأوتاره ويحركه وين ما يبغي. طيب شو خذت أنا من هذا التحدي؟ غير الظهور التلفزيوني والجمهور، شو خذت؟ شو غيرت؟ وماذا بعد؟ لما تفكرون إن هذا اللي تسوونه عمل جماعي وعمل إنساني، وهذا مو بس حقكم أنتو، هذا حق كل الناس اللي بيتابعونكم، راح تقدمون أجمل ما عندكم. الفكرة ليست بالجائزة ولا قيمة التصفيق ولا الصورة الجماعية ولا أي شيء من هالأشياء، الفكرة بالرحلة وتفاصيلها. بالعادة ناخذ الصفوف بعد ما ناخذ التحدي، بس حسينا انه في شيء غريب، انه التحدي حيكون غير، خاصة انه اول تحدي في هذه الحلقة واخر تحدي في السلسلة. تتوقعون ليش اخذنا الورش التدريبية قبل ما يعلنون على التحدي؟ اكيد مو بالغلط، مستحيل. احس شيء مثير للشك، مثير للاهتمام، خصوصا ان يعني اغلب التدريبات كانت يعني عن الوقفة امام الجمهور. صح و... صح، بس الشيء المتقر منه انه حيكون تحدي عميق. اي يعني انا اظن انه يعتمد اعتمادا كليا على طريقة التقديم، لانه 5 الاوائل لا يجب ان يرتبكوا امام الجمهور وما الى غير ذلك. صح. وايد متحمسة، ابغى اعرف شو لجنة التحكيم مسوي لنا تحديات، أبي أعرف. أوه، شحن يس.
وصلنا، انتهى الوقت. شنو؟ شو؟ ما سوينا شيء. بدي أطلب منكم لو سمحتوا تسكروا كل شيء أمامكم من كتب دفاتر. ما نعرف أصلاً، لم نفعل شيء. تساءلت هل أنا كنت سهوت قليلاً فكان هنالك وقت للتحدي أم أنني سمعت بشكل خاطئ؟ ماذا ستكون طبيعة هذا التحدي؟ الأمور غامضة جداً. أنا رح أقولكم إنه وقتنا بدأ من أول يوم دخلتوا فيه على هذا الدار، يعني كان أمامكم 7 أسابيع للتحضير، صح؟ صح. التحدي كل واحد فيكم رح يعرفه بالوقت المناسب. وضع سوي يكون التحدي الأخير غموض. أتوقع أنه فعلاً يعني بيكون الكل قادر عليه، لأنه أحس بيتمحور حولك أنت كقارئ. أحس أنا جداً. إنه أضيف إنه كل شخص تحديه حيكون حقه براه، يعني مش تحدي جمانة زي تحدي هدي. أتمنى ما يقولون التحدي إلا ما ندش عند اللجنة. أي صح. الله راح يطلع شيء حلو. خلاص نحن دخلنا وايد أيام عند لجنة التحكيم فعادي. نقدر نقول تعودنا عليهم. إيه تعودنا خلاص. بعد دخول المدربين تفاجأ الأبطال بأنهم لن يعرفوا ما هو التحدي الجديد. لم نفعل شيء. ومن دون أي استعداد أو تحضير سيخوضون آخر تحد الذي ما زال مجهولاً بالنسبة لهم. نحن بقي عنا 7 أبطال بدهم يتحدوا بعضهم بهذا التحدي، مشان يضل منهم 5 يدخلوا على التحدي الأخير. دائما لما عم نودع يعني حدا من الشباب والصبايا بنشعر بحزن شديد والله العظيم، لأنه يعني رحلة وتحديات وكلتهم باسدين مجهود كبير جدا وفي تطور يعني صح. ملحوظ جدا تطور كبير بين اجتهدوا. أول تحدي والتحدي الأخير. صحيح، يعني طوروا في أنفسهم في ذواتهم في قراءاتهم في الملكات متاعهم في لغتهم أصلاً. لاحظنا تطور. تجربة تحدي القراءة العربي كانت تجربة عظيمة جداً، ابتداءً من المراحل الأولى وصولاً للبرنامج التلفزيوني. تعلمت من هالتجربة الأسرار، تعلمت منها الإلهام، تعلمت منها القوة والثبات، تعلمت منها الثقة. لما دخلنا في دار تحدي القراءة العربي لأول مرة كنت سعيدة جداً، ابتداءً من رؤيتي لشعار تحدي القراءة على مبنى الدار وصولاً إلى مقابلتي للأبطال الثانيين. أكثر شيء أحببته في الدار كانت محطة هنا نتقدم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جمانة، أهلاً وسهلاً. لأنني أحب الانتماء، لأنني إنسان منتمي، نحن دائماً في انتماء. في كل لقاء مع اللجنة كنت أصير نسخة أفضل من نفسي. نحن ناس لأننا نخطئ. خطأ بحجم الجريمة؟ أنا لست متعاطفة ولكنني أتفهم الشخصية. تحدي زيارتنا لدار المسنين، عملي في هذا التحدي كمجموعة كان بالعكس شيء مفيد بالنسبة لي وأعجبني كثير. هذه المرة الوحيدة اللي واجهت فيها خطر الاستبعاد. جمانة ألف مبروك. لما يعلن عن الأبطال اللي يستبعدون توديعهم شيء صعب جداً. بالنسبة لي أحلى تحدي كان التحدي اللي رحنا فيه للمكتبة. هذا الكتاب هو أول كتاب وقعت عيناي عليه. أعجبني هذا الخيار، خلاني أعرض أفكاري كجمانة بشكل أكبر، أبليت فيه بلاء حسن. عندك حب للبعد الأسطوري للملاحم وهذا يحفز القارئ. كأبطال عشنا لحظات جميلة، لا زالت باقية معي هاللحظات إلى اليوم وأحبها كثير. هذه الفرصة في آخر تحدي فرصة في إثبات نفسي بالنسبة لي. إن شاء الله راح أبذل قصارى جهدي عشان أطلع، وإذا ما صارت فأياً كان اللي يصير هو خير بالنسبة لي. سوف تقفين أمام اللجنة مدة دقيقة واحدة فقط، عليك إقناعهم لماذا تستحقين أن تكوني بين الأبطال 5 في نهائيات تحدي القراءة العربي لعام 2019.
اللجنة رح تأخذ بعين الاعتبار كل مشوارك في تحدي القراءة العربي بالإضافة لهذا التحدي في الدار. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. بدي أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. تفضلي. بشكل غير متوقع كنت نهائياً مو متوترة أبداً ولا بأي شكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً وسهلاً يا جمانة. هاتي ما عندك يا جمانة. أنا جمانة أقدس القراءة. أنا جمانة لا أنظر للنواحي الأدبية فقط، أنا أقرأ في الأدب الروسي، الإنجليزي، العربي، في التاريخ، في الثقافة، في الفلسفة. أنا جمانة أقرأ في العلوم أيضاً، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء أعشقها، هي وسيلتي لفهم هذا العالم. أنا جمانة أريد إيصال رسالة لجميع من هم في عمري، أكبر، أصغر. أنا جمانة أريد إيضاح أن القراءة ليست مجرد هواية، القراءة أسلوب حياة، هي تنيرنا، هي تجعلنا نعيش الحياة كما يجدر بنا أن نعيشها. القراءة أسلوب حياتي. أنا جمانة وأنا أستحق إن شاء الله. أنا جمانة وأنا هنا اليوم. أنا أريد أن أقول لك شيئا، أنت نموذج مشرف للفتاة السعودية. أشكرك على ذلك. أظن بأن وجودك سوف يكون ملهم لكثير من الفتيات والشباب في المملكة العربية السعودية الغالية. أتمنى ذلك. جمانة أجمل ما فيكي بريق عينيكي. شكرا لك. شغفك، عندك روح إيجابية، وأنت تتحدثين عن الكتب. أتمنى أن رسالتك توصل لفهم العالم، هذا ما نتمناه لكم. صحيح ذلك. أنت جمانة التي تقرأ كثيرا وتنوع في قراءاتها. أنت جمانة موسوعية الفكر. أنت جمانة البطلة، ربحتي أم لم تربحي؟ أشكركم على ذلك. شكرا لك. ولكن يا جمانة، صحيح أنك قارئة نهمة، لن تحدثين بالضبط عن السبب الذي يجب أن تربح. هنالك من الأبطال من يقرؤون كثيرا، وهنالك من الناس في كل مكان من يقرأ. لا، بدون أن تجيبيني، أنا فقط أطرح عليك الفكرة. نعم، لتتفكري فيها. طيب، أفهمك تماما. شكرا لك. شكرا يا جمانة. شكرا جمانة. شكرا. أدائي في هذا التحدي الأخير مرضي جداً بالنسبة لي. أعتقد دكتورة القراءة أسلوب حياة، هي المهارة الأمثل اللي يكتسبها الإنسان. صقل المواهب أكيد. نعم. أكيد، مما لا شك فيه. أسلوب حياة، يعني نتمنى. أنا أتوقع لهذه الفتاة مستقبل عظيم. وأنا كذلك. لأن المسألة بالنسبة لها ليست ادعاء. شوف المتسابقين بعد. كل لحظة عشناها في دار تحدي القراءة العربي كانت رائعة ومميزة، وستبقى ذكرى خالدة في أذهاني. تعرفت فيها على أبطال من مختلف دول الوطن العربي، وأضفت إلى زادي المعرفي والثقافي. أكثر شيء لفت انتباهي عندما دخلت إلى دار تحدي القراءة العربي وأعجبني جداً هو صورنا التي وضعت في الممر، كانت مفاجأة جداً رائعة. أول تحدي كان مميز لأنه لأول مرة سنلتقي بلجنة التحكيم، كنت جداً متحمسة لكي أقدم أمامهم بشكل جيد. مساء السعادة وكل الخير. لأتنفس كتونسية مأساة الاستعمار ذاتها. لغتك جميلة، بليغة، حصيفة. استفدت كثيراً من تجربتي في تحدي القراءة العربي، غيرت من شخصيتي الكثير. آية التي ستخرج من دار تحدي القراءة العربي غداً ليست هي ذاتها التي دخلت أول يوم. مساء الخير. أهلاً يا آية، مساء الخيرات. بداية أنا لست من النوع الذي يحب أن يتحدث عن نفسه، إنما أترك ما أفعله هو الذي يتحدث عني. لكن ربما لو أني يعني أرى في نفسي أن أكون ضمن الخمس أبطال الذين يستحقون أن يكونون أبطال تحدي القراءة العربي، فذلك لأمرين. الأمر الأول هو أني أرى في نفسي قارئة، وأرى في نفسي حلما يحلق في سماء الإبداع اللانهائي. والأمر الثاني هو أني أؤمن إيماناً جازماً بأننا خلقنا لنكون قادة. ثالثاً، لأنني هنا وبين أبطال تحدي القراءة العربي لا فقط لأن هذا تحدي ويجب أن نتوتر، إنما لأننا نحن هنا لنوصل رسالة إلى شبابنا العربي، لنكون قدوة لهم، لنحفزهم ولندعوهم إلى القراءة.
آية، أنت كنتي لا تتمثلين الروح الخطابية المنبرية المباشرة. كل التوفيق وإن شاء الله ترفعين علم تونس. مشرفة أنت. آية، أنت تفندين المثل الفرنسي القائل سوابيل إتتوا، يعني كوني جميلة واصمتي. تكامل الجسد والعقل والروح مهم جدا يعني، وهذا ما لمسناه فيكي. أحييكي أنك قلتي بأن الأفعال هي من تدل على البشر وليس أقواله. بالتوفيق يا آية. كل الشكر. شوف المتسابق اللي بعده. تجربتي في تحدي القراءة العربي تجربة رائعة جداً، تعلمت فيها الكثير، حددت الأهداف، جددت الأحلام. أول يوم دخلت في دار تحدي القراءة العربي كان يوم مميز جداً، التقيت أبطال التحدي وبالفعل طلعوا أجمل عائلة شكلتها في حياتي. سلام من الله عليكم يليه سلامي. أول لقاء لي مع لجنة التحكيم كان لقاء مميز جداً، أكيد كان فيه شوية قلق وخوف. إنه زي مرة بفضلة عذراً نسيته فقلت واحد ارتجالي، بس كنت أخذت في بالي إنه لازم أبهرهم، لازم أثبت إنه أنا قد التحدي. بدأت أشعر أن العالم المغيب واللي بيبحث يفتش عن هدفه بنفسه في العالم. تحدي الرمز الوطني حرية سلام وعدالة. من أين لك بهذا الوعي السياسي المبكر؟ قرأت العديد من الكتب التي جعلت عمري يقدر بآلاف السنين. أصعب تحدي بالنسبة لي هو تحدي فاطمة، لأنه لما بنكون عاوزين نسرد قصة بشكل جديد الحاجة عايزة وقت. كان معانا بس 30 دقيقة، محاولة أعتبرها بصراحة متواضعة. هذا أضعف تحدي دخلتي فيه هديل. أسوأ لحظة لما نكون واقفين في منطقة الخطر. هديل، بدي أطلب منك توقفي لو سمحتي. يمكن أنا في منطقة الخطر بس عاود وأقدم نفسي بطريقة أفضل. هديل مبروك. تحدي تغيير نهاية القصة القصيرة عندما نحن نفترش أفخم الأغمشة ونلتحف الأغطية الدافئة وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. اليوم آخر تحدي، هحاول أعطي كل ما عندي علشان أمثل بلد السودان بأفضل تمثيل، ومتحمسة جدا للتحدي وإن شاء الله حكون من بين 5 الأوائل. هديل، صار دورك لحتى تخوضي هذا التحدي. جاهزة لتعرفي شو هو؟ جاهزة. التحدي هو المميزات التي تميزني هو أنني أتحمس كثيراً تجاه المواضيع التي أحبها، كما أنني متميزة بالعاطفة الجياشة تجاه كل شيء أرى أنه مفيد للمجتمع. ستكونين من بين 5 الأبطال تحدي القراءة العربي بإذن الله. لماذا تستحقين ذلك؟ أولاً لأنني أقرأ لأعيش، لم أقرأ لأتحدى، أقرأ لأغوص في عقول عباقرة العالم وأخرج بحلول لأعالج مشاكل مجتمعي، لأثبت لمجتمعنا العربي خاصة ثم إلى العالم عامة أن القراءة هي دليل الشعوب للخروج من براثن الجهل إلى أنوار العلم. أنا أود أن أكون من ضمن 5 المتأهلين لأرفع علم بلادي السودان عاليا خفاقا بين الدول، ولأثبت أن السودان سيعاود إنجاب الأبطال من جديد، ولأثبت لكل من تحداني يوما ولكل من تنمر علي يوما انظروا إلى أين القراءة أوصلتني. كانوا يتنمرون علي. يكفي هديل، انتهى وقتك. شكرا. العفو. عجبني أنك تقرأين لنفسك أولا. بالتأكيد كلنا نقرأ في البداية لنعيش حرورة. ولنعيش مرات ومرات ومرات ومرات، هذا من ناحية، لكن أن تطور من نفسك وتتجاوز نفسك إلى حلول مجتمعية تفيد بها الآخر وتفيد بما تقرأ مجتمعك ووطنك، هذا في حد ذاته فيه وقفة تأمل. إذا وصلنا لفكرة أن إحنا نقرأ لنعيش، فكرة جدا جميلة. بين القراءة والكتابة ثمة حياة، أعتقد أن هي أنت استفدت من التحديات. بالتأكيد أضافت لي حصيلة المعرفية واللغوية والعاطفية. شكرا يا هديل، وشكرا لما تملكينه من عاطفة قوية تجاه الأشياء وتجاه الأفكار وتجاه الأشخاص واتجاه بلدك. شكرا لك. شكرا جزيلا. الحمد لله، أنا سعيدة كل السعادة.
أكيد، ونحن كمان. ثلاثة أبطال خاضوا التحدي الأخير، القراءة أسلوب حياتي، الذي سيقرر مصيرهم نحو النهائيات. خلقنا لنكون قادة، انظروا إلى أين القراءة أوصلتني. فيما بقي أربعة آخرون لا يعرفون ما الذي ينتظرهم. تجربتي في تحدي القراءة العربي رسخت عادة القراءة في نفسي، كانت بالفعل تجربة مميزة وغدت بالنسبة إلي أسلوب حياة. لازلت أتذكر اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى دار تحدي القراءة، تعرفت فيه على زملاء أبطال التحدي. أكثر مكان أحببته في دار تحدي القراءة كان المكان الذي نعمل فيه، لأنه المكان الذي احتضن ضحكاتنا معا، بكينا، تعلمنا، وذكريات ستظل راسخة في أذهاننا جميعا. أحلى تحدي بالنسبة إلي كان التحدي الذي اشتغلنا فيه كمجموعة خلال زيارتنا لدار كبار المواطنين، علمنا أننا من خلال أفواه هؤلاء الرجال نعرف ما لا نعرفه من خلال الكتب. كابد صنوف العذاب في سبيل إثبات وجوده. اليوم أظن أنه سيخالجني شعور لم يسبق لي أن أحسست به، لأنني والحمد لله لم أمر يوما بمنطقة الخطر. المرة الأولى التي سأقف فيها خارج دار التحدي سنقف فيها نحن السبعة لكي يتم إقصاء بطلين. تفصلنا خطوة واحدة عن التأهل لمرحلة النصف النهائي. أطمح فعلاً أن أتأهل لهذه المرحلة حتى أكون من بين الخمسة الأوائل على مستوى الوطن العربي. هي مشاعر مختلطة خالجتني وأنا على وشك الدخول لخوض هذا التحدي. فاطمة، إجا الوقت المناسب يلي لازم تعرفي فيه شو هو التحدي لليوم. جاهزة؟ نعم جاهزة. التحدي هو سوف تقفين أمام اللجنة مدة دقيقة واحدة فقط، عليك إقناعهم لماذا تستحقين أن تكوني بين الأبطال الخمسة في نهائيات تحدي القراءة العربي لعام 2019. بنظري أنا أستحق أن أكون من بين الخمسة الأوائل، لأنني حاولت أن أمتلك حساً نقدياً بحيث أن لا أقرأ فقط لأتشبع بكل ما يعرض علي من أفكار، بل حتى أكون قادرة على مواجهة الكاتب، أنتقده وأقول له أحياناً إنني أعارضك. أستحق أن أكون من بين الخمسة الأوائل لأن القراءة عندي فرض يومي لا أستطيع أن أتخلى عنها أبداً، هي ليست من النوافل. شكراً. تميزتي فاطمة بالعمق في كل التحديات، في خياراتك، في الموضوعات التي طرحتيها، حاضرة ذهن وتربطين جيداً بين قراءاتك واستخلاصاتك، وأيضاً بدور الناقدة، أيضاً الناقدة لتلك القراءات. عندما نستفزك بالأسئلة تأتي الأجوبة يعني إدراراً، يعني ونكتشف فيها الشخصية أكثر حتى مما تقدمين في التحدي، وهذا هو البطل الذي نبحث عنه. شكراً لك على كل حال، قد استمعنا لك. شكراً. شكراً جزيلاً. نشوف المتسابق اللي بعده. القراءة هي مفتاح النهضة العربية. كانت تجربتي مع الأصدقاء في دار تحدي القراءة العربي جميلة لن أنساها طوال حياتي. أشعر بالسعادة الغامرة عندما كنا نتبادل أطراف الحديث من ثقافات، معارف، كتب، كثير من الأشياء الجميلة لا أستطيع نسيانها أبداً. يلا جهز التحدي. جهز التحدي. كل مرة عندما كنت أذهب إلى لجنة التحكيم كنت أحاول أن أرتب كل أفكاري، وكل مرة كنت أدخل إلى لجنة التحكيم كنت مبتسمة. مرحباً. 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 هلا والله. إذا كان بوسي أن أتكلم بكثير من الأشياء كنت سوف أتحدث بكل الأشياء الجميلة التي في قلبي الآن. كل ما في قلبك جميل أكثر من رائع. لقد علمتني هذه التجربة كثيرا من الأشياء، فكان هذا شيئا جميلا في أن تتعلم أشياء جديدة وأساليب من الحياة.
أريد أن أشكر كل مريض سرطان، من المهم أن حياتهم دي حواجز وما يحاولون يتغلبون عليها ويوصلون لحلمهم. عندما أكبر سوف أتذكر كل لحظة يعيشها مع الأبطال في دار تحدي القراءة العربي. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا مسنة. مسنة، ترددين بداخلك سأفوز بلقب بطل التحدي القراءة العربي لهذا العام. ترى ما هي الأسباب التي تؤهلك لذلك؟ ولماذا لا أكون من ضمن الأبطال الذين يكونون على المنصة؟ ولماذا لا أكون بينهم ما دمت قد جهدت حتى أحصل على حلمي؟ ولماذا لا أكون بينهم بما أنني لست أفضل منهم ولست أقل منهم؟ كلنا متساويون. ولماذا لا أفوز ما دام لدي المؤهلات كي أحصل على المركز الأول؟ في الحقيقة لقد جهدت، ثابرت حتى أحصل على حلمي. أنا أريد أن أحصل على حلمي من كل قلبي، لقد طمحت عليه منذ السنوات التي شاركت فيها. أريد أن أحصل على هذا اللقب، أريد أن أرفع اسم بلادي. فكما تعب والدي زايد في أن يبني هذه البلاد، فحان الآن دوري أنا لكي أجعل علم هذا البلاد فوق القمر والمريخ. مزنة، طبعاً أنت بطلة وتستحقين الفوز والنجاح ككل الأبطال، ولكن يجب أن تتقبلي أنه هنالك فائز يرفع راية الدول العربية عالياً بين الأمم. وفقك الله. مزنة، اجتهدتي وثابرتي وحلمتي، ويكفي أنك تحلمين. نعم، متحلمين. ونتمنى أن نراك وزيرة لي الشباب. شكراً يا مزنة. أوكي. العفو. في الحقيقة أتمنى لو أعدت التحدي مرة أخرى لكي أطول حديثي مع لجنة التحكيم، لأنني إنسانة تحب التحدث كثيرة. صريحة صراحة راحة. طيب شوفوا المتحدي الموالي. تجربتي في تحدي القراءة العربي أفادتني في مختلف حيواتي، سواء الحياة المهنية أو حياتي الدراسية. إن هذه الدار قد لمت شملنا، وما زاد الأمر جمالاً حينما التقينا بالأبطال من مختلف الدول العربية. تبادلنا الأفكار، الثقافات والمعلومات، كان هذا شيئاً جميلاً بحد ذاته. المكان المفضل بالنسبة إلي هنا نعمل. حضرت بتأني وبجدية لأجل أن أبرز ذاتي أمام لجنة التحكيم. مرحباً. التحدي الأول كان الأصعب بالنسبة إلي، لو كان العدل رجلا لكان عمرا. تمكنت يعني من الوهلة الأولى أن أبرز ذاتي أمامهم. خلال كل مشواري في تحدي القراءة العربي، كل مرة أدخل أمام لجنة التحكيم أكون أفضل من المرة التي سبقتها. إنك أنت بطلة ونحن من نقتدي بك يا فاطمة. التحدي الخامس والذي هو سنقوم به اليوم، أرى بأنه موجب علي أن أبرز كل طاقاتي ومجهوداتي أمام لجنة التحكيم. أود أن أشرف بلد الجزائر في هذا المحفل الدولي. صار الوقت لحتى تعرفي التحدي لليوم. معظم التحديات أرتجل، حتى وإن كنت قد حضرت للتحدي أمام لجنة التحكيم أعتمد على آرائي وأفكاري في تلك اللحظة. نعلم كلنا أن الجزائر لم تغب ولا مرة على منصة تحدي القراءة العربي، فلماذا أغب أنا هذه المرة؟ إن أمر الوقوف أمام الجمهور وتحدي بين الأبطال الخمسة الأوائل هو لأمر عظيم بالنسبة إلي، وأتمنى أن أكون على تلك المنصة لكي أشرف بلدي وأزيد من رفعة مقامها، وأن أجعل علمها خفاقاً بين الأمم وأترنم باسم الجزائر. أرى أن أكون من أحد الخمسة الأوائل أمام الجمهور لكي أثبت ذاتي، أثبت بأنني بالرغم من أنني واجهت لأجل المشاركة فقط في تحدي القراءة العربي، وصلت إلى ما أصبو إليه، وضعت هدفاً نصب عيني وحققته. نعلم جميعنا بأن الأبطال المتواجدين فوق منصة تحدي القراءة العربي هم أهل لذلك، لذلك أنا أسعى وأكد جاهدة ولا مستهترة بمجهوداتي لكي أكون من بينهم، وإن شاء الله أحقق هذا. تأتي الدقيقة. خلال التحديات لم نلحظ هذا الحماس وهذا التحدي إلا اليوم. صحيح. أنا بالنسبة لي دكتورة بروين رأت هذا الجانب، الحمامة المسالمة، أنا لم أرى فيك هذا الجانب. أنا رأيت امرأة ثائرة
تحمل السيف، تضع العلم الجزائر وتشق الصفوف وتمر قدما إلى الأمام. أنت مثلت بلدك بشكل مشرف وشعرت يعني بالحرص الشديد على ذلك، شكرا جزيلا. وإن شاء الله ترفعين علم الجزائر مجددا. شكرا جزيلا. أتمنى. الإنسان كل ما اقترب من خط النهاية كل ما يعني زاد فيه صح. الإصرار والتحدي توقدت أكثر. صحيح. حسيت. نشوف المتسابق اللي بعده. تجربتي بتحدي القراءة العربية علمتني أن القراءة كنز لازم الجميع يحصل عليه. عبد العزيز أحمد. أول يوم في دار تحدي القراءة كان يوم مختلط بين الفرح وبين شوي خوف، كانت لحظة يعني لا تنسى. أول لقاء مع اللجنة، هل سأهديه لأبي الذي فقد ابنه مؤخراً؟ فقدت أخوك؟ توفى وهو بعمر 8 قبل 3 سنوات بمرض السرطان. هو كان النقطة المفصلية للتحول ما بين التوتر إلى الثقة. أنت مستعدة للذهاب بهذه الرحلة؟ كل ما أدخل على اللجنة كان تزيد عندي الثقة بالنفس. كان عندما نتعايش هنا تكمن الثقافة، وبهذه الطريقة ننتمي. نحن نحيي هذا الشباب الذي له روح وطنية ووعي وطني. أفضل تحدي بالنسبة لي هو لما رحنا عند دار كبار المواطنين. علم ما يبي عمر. صح. هذا بالنسبة لي مو بس تحدي بل عمل إنساني لازم نسويه. رسالة نبيلة جدا. لما تسمع التعليقات إيجابية يعطونك أمل إنك راح تكمل في المنافسة. أسوأ جملة بالنسبة لي هي أبطالنا انتهى الوقت. أبطالنا انتهى الوقت، انتهى الوقت أبطالنا، أبطالنا انتهى الوقت. الشعور لما توقف أنت في مرحلة الخطر مليء بالتوتر وبالخوف. اللجنة اختارت إنه تنقذه، هو عبد العزيز. تفضل، رجع على تحدي القراءة. فهذه تعتبر عثرة، تقوم من هالعثرة وتكمل. اليوم هو آخر فرصة للتأهل إلى الخمسة الأوائل. بإذن الله بإذن الله راح أشرف الكويت خير تشريف وأمثلها خير تمثيل. عبد العزيز هذا آخر تحدي. نعم. خبركم يا جاهز تعرف شو هو؟ يلا بسم الله. التحدي هو سوف تقف أمام اللجنة، عليك أكناه غضون ثواني على طول إعلان التحدي والدخول على اللجنة، فكان صعب أنك ترتب أفكارك أمام اللجنة بهذه السرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اليوم لماذا أستحق أن أكون من ضمن الخمسة؟ لدينا مثل في اللهجة الكويتية يقول مداح نفسه يبي له رفسه، لكني أنا اليوم أمامكم أريد أن أقنعكم بإذن الله تعالى. بداية، إن كنت من ضمن الخمسة أو لم أكن، سأقدم للعرب والعروبة شيئا سيؤثر فيهم، سأساهم في تنمية العروبة، سأساهم في تنمية الوطن العربي. كيف ذلك؟ وكما أسلفت آنفاً وقلت أن التنمية عبارة عن عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه. أنا كمثقف، كقارئ، كمتعلم سأستطيع أن أضيف هذه الإضافة التي من شأنها أن تساهم في رفعة الشعب العربي والعروبة بشكل عام. رقم 2، أنا إن شاء الله طموحي أن أصبح جراح مخ وأعصاب، وكيف لا أصبح كذلك وأنا مثقف وأنا قارئ وأمثل دولة وأمثل شعب؟ كيف ذلك؟ سأكون بإذن الله جراح مخ وأعصاب وسأساهم في علاج مرض السرطان بإذن الله تعالى. انتهت الدقيقة. كنت حابة أنك تقول مثل أحلى مني، ما حبيت. مدح نفسه يبي له رأسه. حقيقة أعجبني المثل. شكرا شكرا. لكن عبد العزيز، طبعاً أنا أتذكر الارتباك الذي كنت فيه أول مرة والأخطاء التي كنت ترتكبها، فأنت تطورت، لاحظ هذه الجدية في الطرح، الجدية في اختياراتك. أتمنى لك مستقبل باهر. شكراً يا عبد العزيز. عبد العزيز عنده كمية من الطيبة والصدق لا حدود لها. يشوف شاب بعمره 17 سنة عنده هذا الاهتمام بالشأن العام، الوقت انه في كثير شباب بعمره يعني عندهم اهتمامات يعني ابعد ما تكون عن المجتمع، فهذا شيء الحقيقة رائع. احنا احترنا اليوم كثير، موضوع جدا صعب في هاي التحدي، كلهم قبلوا بلاء حسنا يعني كان ثلاث اسماء. طيب انا اعتقد اني كان ادائها ضعيف، اختياراتها ضعيفة بصراحة، يعني
إلى هنا ويكفي. المهم يعني هل تتفقان على نخرج أقصائها؟ نقصيها. طيب الآن نحن في حيرة. نستثني هذا الاسم؟ إذن نحن هدول أسماء الفائزين، هدول أسماء أصدقائنا اللي مع كل أسف وبحزن بالغ رح يغادرونا. جراح مخ وأعصاب. بعد انتهاء التحدي الأخير، 5 من بين الأبطال 7 سيكون لديهم الفرصة والفخر في تمثيل بلادهم في نهائيات تحدي القراءة العربي لعام 2019. هذا الأسبوع كان في زيارة مميزة للفنان التونسي لطفي بوشناق يلي قضى أوقات ممتعة لا تنتسى مع الأبطال. كيف التحدي تحسون؟ ما فينا نحس أننا من قبل الضيف شوي مفرفش معاه. السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم؟ كيف الصحة؟ منورين يا غالية يا عزيزة يا غالية، يا ربي يبارك لكم. سعيدون بتواجدك معنا. تحية حب صادقة من تونس لكم جميعا. شكرا. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا. ونهنيكم بهذا البرنامج ونيالكم أنكم لقيتوا برنامج بهذا المستوى. النتيجة مهمة أكيد، الأهم أنكم شاركتوا في برنامج فريد من نوعه في تاريخ الإعلام العربي. يعني لغتك، لغة العرب، لغتك وتاريخك وثقافتك، إذا كان طلعوك منها خلاص ما بقاتش عندك هوية. ما نعرفش صحيح كلامي ولا لا؟ ممتاز. ممكن رسالة إلى الأمة؟ ضموا الصفوف، أزيلوا الفتن، وضحوا جميعا لأجل الوطن، وكونوا حماة وكونوا بناة، ولا تستهينوا بغدر الزمن. إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأماني بدفع الثمن. يعني هذه رسالتك. سؤالي نوعا ما موسيقي. إيه؟ ليش العود تحديدا؟ هذا يفتح لك مجال أنك مش تعرف الطبقة اللي تغني عليها. رفيق درب كيف يقولها تلحن عليه، وهو اللي عايش معاك تخلق منه الجمل. عندي طلب. تفضل. ممكن تغني لنا الليموني اللي غاروا مني؟ على راسي. صوتها حلو. الليموني اللي غاروا مني، قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهل فني، خذوا عيني شوفوا بيها. يلا لمن اللي غاروا مني، وقالوا لي واش عجبك فيها، وجاوبت اللي جهل فني، خذوا عيني شوفوا بيها. هذا البرنامج أعتقد أنه تحدي وإنجاز، وأتمنى على الله أن يبقى إلى أبد الآبدين. مش نشجع الشباب العربي من المحيط إلى الخليج يتباروا في برنامج يدعم اللغة العربية. بقول إنه مهما كانت النتيجة كلنا أبطال، خصوصاً إنه وصلنا لنصف النهائيات. أرايحكم نفترض اسمكم ما طلع من ضمن الخمسة. نفترض. بعدين. صار يوم القيامة. لا. ما في أحد. الحمد لله. صار شيء انقطعت إيد. الحمد لله. أبطالنا، أنا بعرف إنه مشواركم ما كان سهل. أنتوا أمام هذا الدار واقفين 7، ولكن بعد لحظات رح تصيروا 5. النتائج صارت معي. أول بطل رح أطلب منه أنه يرجع يدخل على دار تحدي القراءة العربي. فاطمة، ألف مبروك. البطل أو البطلة الثانية
جمانة، ألف مبروك. شكراً شكراً. تستاهلي حقيقة. عبد العزيز المنافسة قوية. نعم. وأنت الشاب الوحيد يلي بإيد. أي والله. فيك ترجع على دار تحدي القراءة العربية. شكرا، بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله. لحظة صعبة. آية، ألف مبروك. بقي اسم واحد فقط سيحظى بفرصة التأهل إلى التصفية النهائية، واسم هذا البطل هو هدية. أبطال، مشواركم ما انتهى هون، إنما من هون ومن هذا المكان فتحتوا صفحة جديدة في كتاب الحياة. بدي أتمنى لكم كل التوفيق والقادم أجمل. أنا فخورة بما أني طلعت المركز الأول على مستوى الإمارات. تحدي القراءة العربي بالرغم من عظمة هذه المسابقة إلا أنه لن يكون معياراً لتحديد الثقافة بيننا. لأي حدد من هو الأسوأ بيننا؟ كلنا أبطال. نعيمة، الأنثى المفعمة بجمال اللغة العربية. ومزنة، الطفلة المدللة لدى عائلة تحدي القراءة العربي. أبدعتن في رحلة تحدي القراءة العربي. لازم نحط في بالنا أن هذا النجاح ونجاح كبير جداً، نجاح شافوه الملايين من البشر والملايين من الناس اللي يقولون أن عندنا أبطال ونماذج من هذه النماذج الجميلة. وإن شاء الله سنكون أقوى، ونراكم قريباً إن شاء الله في دار الأوبرا في الحفل الختامي. شكراً. أستودعكم الله. شكراً جزيلاً. إلى اللقاء. نحن موعدنا معكم بيتجدد الأسبوع المقبل في دار أوبرا دبي بالحفل الختامي المباشر، يلي من خلاله رح نعرف مين رح يحمل لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 بموسمه الرابع. خلال هالحفل الضخم رح يتم تكريم أفضل مدرسة وأفضل مشرف واكبوا الأبطال خلال السنة الدراسية، فكونوا على الموعد.